ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو، توقعات التلات الموافق 28 مارس، 28 اذار، 28/3/2023. النهارده هيتعين عليك التلات انك تلاقي توازن بين عالمين روحي ومادي. انت مش بحاجة انك تتكلم كتير، النهارده هتصمت في احيان كتيره. هيقول ان في كلام كتير عندك ممكن ينشأ في مشاكل عندها طبيعه منزليه اكتر، في عربيه النهارده او في معدات انت هتستخدمها، فما تصبتش عزيمتك النهارده لو وصلت اخفاقاتك دي. وفي اخبار مش حلوه النهارده ممكن تسمعها، والحاجات اللي تبقى ليها معنى في حياتك هتحاول تظهر ليك حاجه جديده لتعليمك، لشيء في حماية ليك. بالنسبة ليك النهاردة هيجيب حاجة ان نتكلم ونخرط في كتير من المهمات المهمة لينا على الأرجح مع امرأة او صديق مقرب لينا. هيكون من المهم ان نتجنب اي نوع من انواع الاجهاد اللي بيأثر على صحتنا باي شكل من الاشكال. مش هيكون يوم التلات يوم مثمر بشكل خاص، هيجيب لينا يوم التلات احداث وتجارب هتبقى مثيرة جدا لاهتمامنا للرجال اكتر من النساء حتى. النهاردة في سبب بيتم توجيه انتباهنا ليه نحو اشخاص ممكن يكونوا خارج البيت بتاعنا اكتر من العكس اللي عندنا. هيكون في حكمة اننا نحاول نتجنب كل الاعمال اللي فيها مخاطر وفيها تجاوز غير سليم. لما نكون بنقود عربية او حتى بنشتغل في الكهرباء والالات دي بشكل عام، خاصة لو ما كناش عندنا خبرة كافية معاهم. كل الاشخاص اللي بيدوروا عن جهات اتصال مهنية او تجارية جديدة اليوم ممكن يعتمدوا على بعض النجاحات والتقدم. هيكون يومنا حلو جدا عشان نوقع عقد، ومش بس كده هيبقى مرتبط ببنك او مؤسسة مالية تانية. كده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.